شو هذا بعيد؟ مرحبا يا وليد. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان، من نادي المعاطيب والمعاقين بمدينة بن سليمان. بقاو معنا تشوفوا الصرخة ديال هاد الناس، مناش كاين، جات شي جمعية فرقات شي حاجة هنايا، وهاد الناس اللي هما معطوبين وكيستحقوا أنهم الإعانة ما عاونوهمش كما كيقولوا. بقاو معنا متابعينا الكرام. السلام عليكم. السلام عليكم أخويا. شنو أخويا شنو وقع؟ أنا عندي 31 عام وأنا في هاد النادي، ما كنستافدش فيه، كنت كنستافد وما بقاش كنستافد، وانا معاقه ما كنقد نخدم، ما نقد ندير والو. هانتوما تشوفوا الحاله ديالي اليوم، جابوا شي مانطات، عطاو الصحاح وخلاو المعاطيب، وعطاو المجاويج واللي خدامين واللي لاباس عليهم، وحنا ما عطاوناش. وحنا يا اللي شادين هاد النادي 36 عام 31، وحنا يا هنايا ما عطاونا حتى شي حاجه، شي عطاو ثلاثه، شي عطاو جوج، وحنا ما عطاوناش. وحنا تابعينهم كنعورطوا فيهم بحال الكلاب ونزوقوا فيهم، ما شافوش فينا. اليوم مساعدة العمل، حنا بغيناك تجي تشوف هاد النادي، تشوف حالته كي دايره، بغيتك تصفي من معاق، من صحيح، من مكفوف، من معطوب، تشوفوا حياتنا. حنا راه معذبين، راه عايشه انايا في هاد النادي وجراو عليا، انا راه في حي الفراح، شوفوا حياتي تبكيو، دريه مريضه ليا، الراجل ما خدامش، دري مريض، انا مريضه، ما كناكل، ما كنشرب، لا والو. جيو تشوفوا الحاله ديالنا حنا، وهاد المراه ها هي ما عطاوهاش، هاد المراه ها هي ما عطاوهاش، عطاو الصحاح وخلاو المعاطي. فعلا 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 حشومه، عيب، يديروا كل شيء بحال بحال، كاين المعطوب كاين الصحيح، هاد المراه ها هي معطوبه ما عطاوهاش، انا ما عطاونيش، انا ما كنقدنا نخدم. سولوا عليا، سولوا عليا اش عندي، همشوا سولوا عليا، سيروا دار الضريبه، عندي شي بلاد، عندي شي كريمه، عندي شي ديور، عندي شي فلوس، سولوا ليا. الا كان عندي شي حاجه، انا حبسي ما واش هنا، انا رانا غا كنطلب، انا راه عايشه مع المحسنين، انا رانا بنتي مريضه ليا كنطلب ونجيب لها تاكل، عندها الازازه وعندها مرض نفساني، ما خداماش يا عباد الله، ما خداماش. انا رانا معذبه، ملي كنجي لها النادي ديال الاعاقه ديالنا كنت كنستافد، ما بقاوش كيعطيوني، عطاو الصحاح وخلاو المعاطي. انا رانا كنتاسف، كنتاسف، هاد النادي بغاتكم تدوا لي حل، هاد النادي بغاتكم تدوا لي حل. درت بيت، جا القايد دار ليا القزير، ملي مشيت عندو شد ليا لاكارت وخد ليا النمره ديال التليفون وقال ليا غادي نعيط عليك، وما عيطش عليا. قبيله جابو المانط، مشيت لحقت عندو قال لي هادشي ما جايش من العماله، ما عرفتش منين جاي، كنعورط فيه ما عطاني حتى شي حاجه. واليوم كنطلب منك سعادة القايد تجي عندي وتشوف حالتي وتشوف الظروف ديالي، شوف حالتي وتشوف الظروف ديالي. انت دابا حكمتي عليا بلا ما نشكي عليك، حكمتي عليا بلا ما نشكي عليك، انا 31 عام وانا في هاد النادي، انا 31 وانا في عام وانا في هاد النادي، وسعادة القايد حكم عليا دار ليا القزير، وانا اللي عايشه في هاد النادي ومعيشه ولادي في هاد النادي، ما يمكنش يدير ليا القزير. انا كنستافد فيه، هذاك البيت كنستافد فيه، عايشه فيه، كناكل فيه، كنشرب فيه، عندي الاوراق مخاطن مع الجمعيه ديال الرباط الفيدراليه، انايا عضويه ديال الرئيس ديالنا، وسول عليا، كاين الاوراق، كاين الشهادة، كاين لاكارت ديال الإعاقة، في 31 عام وأنا عايشة في هاد النادي. جاو واحد ريب ليا البيت، اليوم جاو قيدوها الساكنين، شي عطاوه وشي ما عطاوش، عطاو الصحاح وخلاو المعاطيب، عطاو ثلاثة وعطاو جوج، حرام عليهم، خاص هاد الشيء يكون ليه حل، هاد النادي خاص يكون ليه حل يا عباد الله، راه ضعنا فيه، راه حياتنا ضاعت فيه، واحد شد وواحد ما شدش، واحد عطاوه جوج، واحد عطاوه ثلاثة، وواحد ما عطاوه حتى وحدة، هذيك الشاعة هذيك الساعة خاصهم يديروا كل شيء بحال بحال. هذا النادي سعادة العامل خاصو يتفتش ويتقلب، اللي عنده واللي ما عندوش، اللي خدام الله يسهل عليه، واللي ما خدامش كيتسحقوا شي حاجة. أنا اليوم ما باغا فلوس، ما باغا ديور، باغا نعيش، باغا نعيش، كيجي داك الشيء ما كيعطيونيش منه، وسولوا عليا، حبسوا عليا، عندي وراقية، أنا راه ساكنة في حي الفرح، ساكنة في كراج، جيت تشوفوا حالتي. يشوفوا حياتي ويسولوا عليا، انا بوراقيه، اي بلاصه مشيت ليها كيسدوا الباب في وجهي، مشيت شكيت عند القايد، ما عطانيش وقت، خد مني لا كارطون نمره، نعيط عليك ما عايش عليا، اليوم جابوا هذا الشيء ما عايش عليا، ملي مشيت عندو قال لي هذا الشيء ما جايش من العماله. انا كنطلب منكم اليوم تسولوا عليا، انايا عايشه
خايبه وما باغا فلوس، ما باغا دور، باغا نعيش انا، باغا ناكل. علاش يعطيو الصحاح ويخليو المعاطيب؟ علاش كيديروا الفرزيات؟ شي يعطيو شي ما يعطيوش، يعطيو كلشي ولا ما يعطيوش؟ علاش وانا تابعهم كنعاور طبيهم بحال الكلبه حاسي؟ علاش؟ اشنو السبب؟ بغيت نعرف علاش. انا 31 عام وانا في هذا النادي، بغيتكم تسولوا عليا، كاين اوراقي، تسولوا عليا، كنت نستافد، ما بقيتش كنستافد، جراو عليا من هذا النادي، دخلوا لي الصحاح، صح دخلوا لي يا عباد الله، ودخلوا لي المجاويج، خدامين عندهم المنطق، كيشدوا، وجارين على المعاطي، اشنو السبب؟ بغيت نعرف علاش، انا سولوا عليا، سولوا عليا الجمعية، سولوا عليا الجمعية ديالنا غتقول لكم، واش أنا معاهم ولا أنا ماناش معاهم، سولوا عليا الجمعية، سولوا عليا الرئيس، سولوا عليا كلشي، سولوا عليا، سولوا عليا المندوبة، هي غادا تعطيكم واش أنا في الجمعية، ها لاكارت ديال الجمعية، فيها 31 عام، بوراقي ديالي، بكلشي، حنا مخارطين مع الجمعية يوسفية، ومع الفيدرالية، وأنايا عضوية ديال الرئيس، كلشي كاين. كان عندنا هنا فيو داو الجمعيه، خذوهم الصحاح وجراو على المعاطيب، دابا كاين المجوجين وخدامين وعندهم الماندا وجراو على المعاقين، كيستافدوا وحنا ما كنستافدوش، واليوم جاو الماند شي عطاوه شي ما عطاوش، هاد المراه ما عطاوهاش بوليداتها، هاد المراه حتى هي مريضه حتى كتشوف في حالتها عندها كروسه ما عطاوهاش، علاش شنو السبب؟ علاش شنو السبب؟ حنا اليوم بغيت غديروا حل هاد النادي، حنا عايشين فيه، عايشين فيه وقطعوا لينا الرزق منه. هاد المرأة تاهي راه بوليداتها عندها بنية وعندها جوج وليدات وأمها صامكة تاهي ما كتسمعش تاهي ما عطاوهاش، هاد المرأة راجلها مريض تاهي ما عطاوهاش، هي كتشوف بركة في الكروسة، أنا تا كتشوف الحالة ديالي، أنا راه لما كانش الكروسة ما كنزيدش، وسيروا سولوا عليا، سولوا عليا في الجامع، سولوا عليا في بيم، أنا راه عايشة مع المحسنين، اليوم دروا لي حل هنا، اليوم دروا لي حل، أنا دروا لي حل ولا نموت، أنا ما نبقاش عايشة أنا. انا راه وليت الموت حسن ليا من العيشه، الموت وليت حسن ليا من العيشه، سولوا عليا، سولوا عليا وما يعطوك الخبار ديالي. شنو هي رسالتك للمسؤولين؟ الرساله ديالك؟ الرساله ديالي بغيتهم يديروا معايا حل، سنة بغيتهم يديروا معايا حل، سنة اللي جات لها النادي بغيت نعود نستافد منها، نعيش منها كما كنت عايشه معاها في الاول، ماشي يهرسوا ليا الفيس وما يعطيوني والو. وانا بركة دابا في الزنقة للشمس والبرد كيدخلوني على الناس هما اللي كيدخلوني انا هاد النادي بغيتكم ديروا لي حل بغيت انا نستافد فيه كما كنت نستافد في الاول ماشي يجريو عليا ويدخلوا الصحاح ويدخلوا المجاويج اللي عندهم الماندا يستافدوا حنا ما نستافدوش وفتشوا في هاد القضية اليوم كنطلب منكم شوفوني وشوفوا حالتي وشوفوا عندي المحل وشوفوني فين عايشة وشوفوا شكون اللي خدام عليا، أنا معطوبة ما عنديش اللي يخدم عليا، اليوم أنا بغيتكم تشوفوني وتسولوا عليا وتشوفوا حياتي فين عايشة، أنا ما كنطلب منكم حتى شي حاجة، كنطلب منكم أنا اللي جات في هذا النادي نستافد منها، حيت أنا عدت نستافد وما بقيتش كنستافد، علاش؟ كيستافدوا الصحاح وتستافدوا كل شيء واللي مجوجين واللي عندهم الماندا وحنا دابا ما كنستافدش، علاش ما نستافدش؟ وأنا مريضة معاقة ما نقد نخدم ما نقد نهز حتى شي حاجة ما كنقد نديرها. ما كنقد نخدم، ما نقد نردم، ما نقد والو، ولادي جوج عندي ما خدامينش، درية مريضة عندي ما خداماش، اشنو السبب؟ بغيت هاد الشيء يفتش فيه سيدنا، ويفتش فيه سادة العامل، وسادة القيد، والمندوبة، كلشي يفتشوا في هاد النادي هذا، كلشي يفتشوا فيه، يفتشوا فيه، اللي عنده واللي ما عندوش، اللي عنده واللي ما عندوش، يفتشوا فيه. وسمحوا لي، سمحوا لي، والله يرحم والديكم، والله يجازيكم بخير. والله يجعل بيعاونكم ويستر عليكم وعاش الملك عاش الحسن الثاني محمد الثالث عاش محمد الثالث عاش الملك هاي لك الراية كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام شو وقع الحاجة الصباح انا كنطلب منك منهم كي انا معاقة وكان كنجي للنادي وما وما كيعطيونيش يعطيو على الصحاح وقلعوا لينا البيوت كنا ساكنين فيهم وقلعوهم لينا الصحاح وحده مخلي ليها راجلها مخلي ليها الكريمه ومخلي ليها الدار فوق وتحت وشاد البيت هنايا قال علينا قال يوم خاصكم تشوفينا وانا رانا معاقه وما كنقدش تيهزوني بالكروسه
ورانا مشيت لسعادات الباشا الله يجعل البركه في راسه، وراني قال لي سيري اللي جابوها نعطيوك منها وما عطاوكش منها واللي عدي. واليوم شنو جابوا هذا الصباح؟ شنو قعد الصباح؟ شنو جابوا؟ ها؟ شنو جابوا هذا الصباح؟ جابوني على الجواد. لا شنو جابوا هنا؟ جابوا المانطات ما عطاوناش، عطاوهم ثلاثة لواحد وحنا ما عطاوناش، وحنا ما عطاوناش بقيت انا وهالطبله هو هذيك عطاوها جوج لحتم ثلاثة وذوك الصحاح اللي عطاوهم ثلاثة وحدة راه عندها الفوق وتحت هو عطاوها ثلاثة عطاو الصحاح وقضوا معاطي بوري ايوه هضريو مان احنا لا خاصنا يتفتشوا فينا، راه الراجل قال لي الصحة غادي يبيع الدار وانا راني باركه في النادي، راني باركه ما عندي من ياكل، تيهزوني ويحطوني في الكروسه. اليوم الصباح حق اللي فرزني انا قال لي تصوتي عليا بالفلوس نعطيك الفلوس وعاد نقيدك. اعطيني الفلوس من عندك تي المعاقق بركة تهزني الناس وفي الكروسة كل يوم دعيتو لله ورحنا بركة على الخلا واليوم تشرينا اليوم قلعوا لنا البيوت ديالنا وقلعوا شدوهم الصحاح وطلع عليهم وجي مقلب والله يجعل البركة في راس سيدنا يخليه لنا ولا كيف التشوين العطيب. إذن متابعينا كما كتشاهدوا معنا مازال معكم بث مباشر من مدينة بن سليمان وقام معنا. السلام عليكم. السلام شنو قعد الصباح؟ معكم بعد المرزوقي فاطمة من مدينة بن سليمان في نادي المعاقين والمكفوفين. اليوم وقع الصباح جا ذاك من الصباحية جا معاه قبيل من الصباحية من الصباحية جا معاه الناس ديالو ديال الأعضاء اللي معاه في البلدية واللي هذا جا لهنا وقاو الناس عيطوا لمقدم طريق هذا اللي هنا جا لهنايا بديت انا بريك صافي انا ذاك النهار اللي هما جاوا واحد النهار قيدو تغيب الطبيب عندي عمليه عندي كيسف الكبده ما حضرتش قيدو الناس هادو اللي في النادي هما اللي قيدو ما نبغاو كاين اللي كيعيشها وقاو مرتو عطاو ثلاثه وانا عندي جوج دراري وانا هي الثالثه تم عطاوني جوج موانت واليوم وقعت الخشونه كاين اللي ما عندوش الاولاد وكيقول عندو انا عندي ثمانيه سبعه وهما ما عندهم جوج ثلاثه واليوم ركدوا على الناس هما هنايا كاين اللي خدام الشركه خدامين بمانداتهم بكل شيء ليهم ومجوجين وكاين اللي خدام عندهم مويندا بالشهر وكاين اللي بسكوناتهم على برا وجاي ساكن معنا في النادي انا الرجل داير عليه عمليه معاقه منا واحد يكسر الكبده طالق ديالي توفى واليوم راه كنعيش في واحد الظروف خايبه بالطلبه البارح ضل في السيد كنطلب حق الله العلي العظيم واليوم راه عطاو جوج عطاو ثلاثه وهاد الجعيالات فاتحه الزحاف وهاد المرة الكبيرة اللي في هذا ما عطاوهمش خوتو تقنعوا قالوا لي عطينا بغيتو غير المساواة بغينا زعما المساواة اييه عطاوهم جوج عطاوني انا تخلوني تسينيت في هذيك الورقة عطاوني جوج لحت عليهم المانطات داهم رجعوهم اليوم راني ما خدت لا مانط لا والو راه الحملة اللي جات عليا كتجي عليا على بيتي وحدايا الطواليطات حدايا الطواليطات وحدايا الحملة اللي جات كتجي عليا والناس عطاوهم ثلاثة ما مضرورينش وبرزقهم خدامين عندهم لاكيس خدام الشركات يعني برجالات مخدامين عليهم انا راه ما عديش عباد الله راه المراه رجاله راني ما عديش عباد الله الله ينصر سيدنا وعاش الملك والله ينصر المحسنين وبغيت المسؤولين يتدخلوا بغيت السيد العامل الى جات على خاطره والسيد الباشا وهذا السيد القايد بغيتهم يتدخلوا في هذا النادي اقرب عاجلا راه الناس راه كيدير خشونه بحال في النادي راه ولاو قايدو بعضياتهم كيديروا ما خدامين وكيديروا راسهم ما خدامينش يديروا بحث راه الناس خدامين هنا في النادي راه رجالات خدامين على برا والعيالات بالك كيشدوا بالمعاونات وانا راه مراه رجاله كنخرج انا نطلب كنزق وقت اللي كنخرج انا نطلب حيت انا بوحدي وليداتي خارجين بنت صغيره والولد كيقرا كيتسغل لهم هذيك الفرصه ديال المراه هنايا والراجل خدام يعني الراجل خدام عنده لاكيس عنده خدمته سيمانه يتخلص عنده لاكيس خدام الشركات كاين خدمه وانا حيت ايدي بوحدي ايد وحده راه ما كتصفقش اسيدي الا بغيتو تسوبو من حالي انا بغيت المحسنين والمسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء راه هاد الناس راه محنوني راني عب وحدي ايدي بوحدي حقروني معاك نخرج نطلب
فاش كيجيو الناس يبقيو يقيدوا شي حاجه كيقيدوا مع بعضياتهم كيديروا كل واحد اش كيدير بشحال عنده، وهما راه كيعيشوا مع جوج ثلاثه في المحل داير عندهم اربعه خمسه كيدخلوا كياخذوا اكثر مني انا اللي عندي انايا انا بحالي بحالهم العدد ديال الاسر، انا عندي ثلاثه الاسر بحالي بحالهم زقت شاد الجمادات ورجعتهم ليهم، واليوم راني كنعيش في واحد الظروف خايبه لا مهارات لا سكن لا حاجه ما عنديش باش تغطى بيتي جا على الزرقاء وجا على الطواليطات، وراني هاد الفيديو اللي انا درت راه الناس اليوم عايقين هنايا في هذا النادي عندهم الويفي راه كيديروا لي كومونتيرات عباد الله راه كيكتبوا عليا كومونتيرات عندهم الويفي في النادي عندهم الويفي في النادي كيديروا كومونتيرات راهم كيكتبوا عليا انا كندير فيديو ما كيشدوك كيدير كومونتير وراني شفت شوفوا حالتي راه عندي جوج دراهم دابا كنخرج نطلب ثاني حدا المارشي كنخرج نطلب اليوم مور شوف تيفي غتدفع لي حدا المارشي غتلقاني كنطلب وهاد الناس عندهم رجالات خدام في الشركه وفاش كيعيقوك درت فيديو كينوضوا يكتبوا عليا في كومونتير حيت هما عندهم الويفي دخلوا شوفوا مزيان بغيت المسؤولين والمحسنين وسيدنا الله ينصروا يدخلوا وبغيت التعاون الوطني يدخل انا راه محقق راه جايبه الشهاده من الوزاره بان انا محقق راني محقق الصوت ديالي كيمشي ليا مع عندي الكواط كيصفر الكبده قسما بالله الصوت ديالي كيمشي ليا ما كيبقاش عندي الصوت كنعاود لكم بغيت السيد العامل تدخل الله يرحم بيا الوالد ديال السيد العامل كنترجاك وكنطالبك دخل في هذا النادي راني تمحنت مع هاد الناس راه كاين اللي على سكن وراه محنوني هنايا راني ساكنه قديمه ومحنوني بالمضارب ومحنوني بالهلاك بغيتك تعطيني ساكن نمشي بحالاتي ردات لي وحده داري باعتصامي في قدام العماله ولي مره راني بقيت كنعيش في هاد العام السابق قال لي انا غادي نشوف لك شي محسنين اليوم راه سابقا مشى وبغيت هاد العامل يدخل يعطيوني ساكن لائق ونمشي بحالاتي راني تمحنت بيتريب عليا من هكم هك والمواد جاو داروا فيهم خشونه كاين لي اسره وحده خادت جوج ثلاثه وانا راه ما خدت والو والمال ترى رجعتهم لي عطاوني جوج رجعتهم قلت لي عطاوني ثلاثه كما الناس اللي عطيتهم ثلاثه كلمة الاخيره بغيت سيدنا وبغيت هذا المسؤول السيد العامل السيد العامل موتي سيدنا يجي يدير بحث في هذا النادي يجي يسول في هذا النادي في هذا النادي ديال المعاقين يجي يدخل في النادي المعاقين ومكفوفين يجي يدخل يجي يدخل راه كاين المعاقين اللي مساكنين وما كيجيو هنا يضلوا بيركن وما كيعطيهم والو بالزنقه فاتح الزحاف راه مسكينه ها هي كتجي تغوت على المعاونه كيجريو على هاد الناس اللي في النادي كيقول لها ما ساكناش هنا وهي راه معاقه وعندها 31 عام وهي 31 وهي ساكنه هنايا انا كنهضر الا شاهده ليها انا بعد شاهده لهاد السيده شاهده لهاد السيده وريبوا لها البيت ريبوا لها البيت هما وحده بنات بناو ناس ما ردبوش ليهم وهي بنات ردبوا ليها بغيت السيد العامل يدخل دخل عاجلا الله يرحم بها الوالدين الله يرحم بها الوالدين الله يعطيك الصحه إذن متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.